I'm gonna
اسمعوا وركزوا بالكلام.
كل واحد يروح على البلد اللي فيها زمان اتولد، علشان نعرف الأعداد لسكان كل البلاد، عشان نعرف الأعداد لسكان كل البلاد، فهمتوا ولا مش فاهمين؟ قاعدين نحكي بقى الناس عاكين، فهمتوا ولا مش فاهمين؟ قاعدين نحكي بقى الناس عاكين. يا عم خلاص يا عم، خلاص يا عم. عندي مثل المقر مكشوف وفوقي القمر،
حاجة بسيطة ولكن تكون هو الأرض. مش عندي حل تاني ولا دمه كان ومالي، يلا بسرعة يلا قبل ما نتعب تاني. مش عندي حل تاني ولا دمه كان ومالي، يلا بسرعة يلا قبل ما تتعب تاني. I'm gonna go to the bathroom.
يلا شباب عشان نبتدي. ممكن كله قاعد مكانه. احنا ليه عملنا هرج ومرج؟ طب لما عايز اقول يا نجم مفيش نامو، يا نجمات جميل اسم الصليب عليكم، يا نجمة يا نجم. Thank you.
نفسك فايق Thank you.
طبعا شايفين الاكاليل اللي بتاخدها الخدام مع اولادكم، اكاليل لا تقصى لا عدد. لا رمله، لا رمله، لا انا ما بحبكش. مش عايز احضر. نور النور لو سمحت. ولادكم وهي بتعمل العيش، الف مبروك عيالكم بقى خبازين. الصغيره دي وليفه وليفه علمناهم صنعه احلى الزمن. هنخبط عليها بالرقم علشان تبقى دي. انا عارف ازاي. Thank you.
عايز اقول بس حاجه عقبال ما يبتدي يجهزه. في رساله بولس الرسول في كورنثوس الاولى، علشان بس حاجه لو احنا كلنا عارفينها، مش لازم ابني يكون متميز في كل حاجه. ممكن ابني يعرف المسرح، ابني يعرف الكورال، ابني بيعرف كوره. مش لازم كل الولاد تبقى عارفه كل حاجه، بس اهم حاجه انت عندك اهم حاجه زي ما قلنا، انت كنجم كبير وانت كنجمه كبيره، جبتوا نجمه صغيره. كل نجمه مسؤوله وكل نجم مسؤول عن النجم الصغير ازاي يخليه ينور. ممكن تخلي النجم بتاعك يكفي، ابنك زي ما هيشوفك بتعمل وبنتك زي ما بتشوفك هتعمل. ونفس الحكايه ماما، حاولوا تحافظوا كتير على ان اولادكم مدروسين جوه الكنيسه. مهما اتاخر الوقت، مهما تعبتوا، عارف ان ماما زمان كانت بتضحي كتير وهتضحي اكتر. بابا بيضحي وهيضحي اكتر، بس ما ننساش اهم حاجه الزرعه بتاعتنا. يعني اولادنا النهارده بتوع كي جي 2 ان شاء الله بعد كده هيروحوا كي جي 1، هيروحوا اولى ابتدائي. اللي هيروح اولى ابتدائي خلاص نسيبه، بمعنى ان ما تسيبيش ابنك ولا بنتك. ابراهام دميان فين؟ يجي على المسرح. ابراهام دميان يجي على المسرح خطوه سريعه، خطوه سريعه. ابنك او بنتك ما تسيبهوش، ما تقوليش اصل هو كبر، وما تخليهوش يبقى حاجه صغيره. جمده، خليه راجل، خليه يتعلم يبقى راجل. يتعلم يبقى راجل ازاي؟ اديله وانت رايح مثلا عند البقال، ولا رايح عند سوبر ماركت، ولا رايح تشتري حاجه، ادي ابنك فلوس يحاول يتجرأ ويتعلم ويشوف. ما تخافوش على اولادكم قوي وتحافظوا عليهم وتكتموا عليهم قوي. خلوهم برضو يتعاملوا مع الناس. لما عيالكم بتكبر، وخصوصا في المدارس الاجنبيه بالذات، بتبقى مقفولين شويه، بيخافوا يتعاملوا مع الناس. ما تخافلوش يخاف الا من ربنا بس، مفيش اي حاجه في الدنيا تخوفه. الظاهر في عطل فني لسه. مرحلة ملائكة، عايزين تسقيفة جامدة لكل ولادكم اللي جابوا الفرع ده. ده عمل ولادكم، ده تعبكم، ده سهركم معاهم. أنا بصراحة هقول حاجة، أنا مبسوط جدا من الأمهات اللي بتتعب كتير تقعد واقفة معانا. من عندهم دراسات، عندهم ألحان، عندهم بروفا، عندهم كورال. بصراحة أنا عايز تسقيفة جامدة لكل نجمة موجودة معانا. بصراحة كانوا تعبوا جدا وشقيوا، وكانوا يقعدوا ساعة والاثنين والثلاثة في عز الحر يجيبوهم. وخصوصا كمان الميزة كمان اللي عندها ولد وبنت، تجيبها في البنت وبعدين تجيبها في الولد. بصراحة يعني تحية خاصة لكل أم النهاردة تعبت. عايز تسقيفة جامدة لو سمحتوا.
طيب يلا بينا نقول كلمة كنيسة كنيسة مع بعض. صحينا ولا نايمين؟ لا لا نايمين. صحينا ولا نايمين؟ يلا بينا. وائل اصناف شم. كنيستي 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 هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. كنيستي 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 هي بيتي، هي أمي، هي سر فرح حياتي. لما كنت صغير ليا 40 يوم بالتحديد، خدني أهلي بفرحة بهية عالكنيسة للتعميد. شلني أبونا من رجلي وغطسني في جرن غوي. اتربيت من صغري فيها جوه مدارس الآحاد، تفرح بيا وأفرح بيها أصل إيماني بيها زاد. اتربيت من صغري فيها جوه مدارس الآحاد، تفرح بيا وأفرح بيها أصل إيماني بيها زاد. قبل مبادئي من تعلمها وأخادع كل إرشاد، يا إلهي حافظ عليها وتكون على مر الأوقات. كنيستي هي أمي، هي سر فرح عيد ميلادي. كنيستي هي أمي، هي سر فرح عيد ميلادي. دلوقتي معادنا مع درس مدارس الأحد، كله قاعد ساكت. هنسمع درس من قدس أبونا أنجيلوس، هيشرح لنا الدرس مرة واحدة. بابا وماما يشرحوا الدرس تاني فين؟ فين؟ مش بيت يا جماعة ولا إيه؟ عندكم بيت؟ هتشرحوا لي ولادكم تاني في البيت. سلام، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا في ختام النشاط الصيفي، ختام النشاط الصيفي، قلنا نعمل حفلة باسم ايه؟ اسم ايه؟ انت نجم، انت نجم. اول ما جه في ذهني كلمة نجم، نجم معناها انه مميز. انا مميز، صح؟ ليه انا مميز؟ مش انا مميز، انا زي النجم، صح؟ ها؟ اولادنا كلهم زي النجم. طيب النجم صفاته ايه؟ لما بنشوف النجمة اللي في السماء شكلها عامل ازاي؟ ها؟ ها؟ شكلها ايه؟ رأيكم؟ منورة، خدتوا بالكم؟ في ماما هنا شاطرة قالت
النجمة بتبقى ايه؟ منورة. طيب ليه انا نجم؟ دي قلنا ان انتوا نجوم، كل ولادنا ولاد ربنا نجوم، واخدنا النجومية دي، ها؟ اخدنا النور دوت من بعد ايه؟ من بعد سر جميل قوي في الكنيسة بناخده، اسمه سر المعمودية. سر المعمودية ابونا بيجي ياخدني انا الطفل الصغير، ها؟ ياخدني كده يمسكني من ايدي كده الاثنين، ها؟ ويعمل ايه؟ يغطسني. كم مرة؟ كم مرة؟ ثلاث مرات، بس الاب والابن والروح القدس. طيب بعد ما تعمدت بقيت ايه؟ بقيت ايه؟ بقيت ابن ربنا، بقيت مميز، بقيت مختلف عن ولاد العالم، بقيت مختلف عن ولاد ايه؟ ولاد العالم. اي واحد وحش بره او واحد مش ابن ربنا بيقول الفاظ وحشه او بيقول كلام مش حلو، ده مش ابن ربنا، ده مش ابن ربنا. ابن ربنا يقول الكلام الايه؟ الكلام الحلو. انا مميز لاني ابن ربنا. طب ابن ربنا مش انا ربنا ده ابويا؟ ها؟ مش انا بقول انا ابن ربنا يبقى ربنا ده ايه؟ ابويا. طيب في حد ما يكلمش بابا؟ في حد ما بيكلمش بابا؟ في حد ما يكلمش بابا؟ قولولي ينفع كده يوم اقعد كده اسبوعين ثلاثة أربعة أو شهرين ثلاثة أربعة ما أكلمش بابايا؟ ها؟ ما ينفعش. يقول إيه؟ حتى بابا يستغرب، يقول إيه؟ الواد ده ماله؟ ما بيكلمنيش ليه؟ ها؟ ما بيكلمنيش ليه؟ يبقى أول حاجة أعملها كابن البابا يسوع ان انا اكلم بابا يسوع. مش ده بابايا السماوي؟ ها؟ وانا اتولدت، ها؟ اتولدت بقيت من المعمودية بقيت ابن البابا يسوع. ابن بابا يسوع اول حاجة يعملها ايه؟ انه يكلم بابا يسوع. طيب هيفضل يتكلم على طول؟ هيفضل يتكلم على طول؟ مش محتاج ايه؟ يسمع. محتاج ايه؟ يسمع. انا ابن بابا يسوع يبقى أنا لازم أسمع كلام مين؟ بابا يسوع. ها؟ كلام بابا يسوع ليا موجود فين؟ موجود فين؟ في الإنجيل. طيب وموجود فين تاني؟ بسمعه هنا في مدارس الأحد. مين بيجي مدارس الأحد؟ مين بيجي مدارس الأحد؟ كلنا بنيجي مدارس الأحد ليه؟ عشان نسمع كلمة بابا يسوع. الأستاذ الحلو يجي يقف كده، ها؟ يبقى محضر كويس، ها؟ يجي يروح قايل لي كلمة حلوة خالص، يقول لي قصة جميلة. يقول لي قصة جميلة. يقول لي مثلا قصة إيليا. قصة إيليا. إيه في قصة إيليا؟ فاكرين قصة إيليا والأرملة؟ إيه هي قصة إيليا والأرملة؟ إيليا في يوم ربنا قال له خلي بالك يا إيليا، أنت هتروح للملك اسمه الملك أخاب. ها؟ أعمل إيه يا رب؟ قال له أنت تقول له كده ربنا مش مبسوط بالأفعال اللي أنت بتعملها، فهتقعد ثلاث سنين مفيش إيه؟ مفيش شتاء. عارفين الشتاء؟ ها؟ الشتاء بينزل يعمل إيه؟ يعني من سمر، والسمر الناس تاكله فتبقاش جعانه. طيب هنقعد ثلاث سنين من غير شتاء؟ ثلاث سنين بس. قال له عند قولي. يعني ايه؟ لما اقول يبقى في شتاء نبقى في ايه؟ يبقى في شتاء. لما يبقى في شتاء نعمل ايه؟ يبقى في شتاء. طيب وبعدين قال له بص بقى يا ايليا، هتقعد جنب النهر دوت تشرب منه وهبعت لك كل يوم حتة لحمة صغيرة. بعت لك حتة ايه؟ حتة لحمة صغيرة. طيب
حلو خالص، هشرب ميه واكل ايه؟ لحمه، حاجه ايه؟ خمس نجوم، حاجه عظيمه خالص. طيب بعد ما شويه ربنا قال لي ايليا بص بقى ايليا هتروح لوحدك كده ارمله، ارمله دي اللي هي تبقى ايه؟ اللي بابا في البيت ايه؟ راح السما. بابا في البيت راح السما، ماما لوحدها تبقى دي سموها ارمله. المهم ايليا راح للارمله ديت وقال لها ايه؟ قال لها من فضلك انا محتاج فطيره اكلها لاني جعان خالص. قالت له لا مش هينفع، مش هينفع، ده في شويه دقيق صغيرين وشويه زيت هعمل بيهم فطيرتين، فطيره ليا وفطيره لابني، ناكلهم وبعد كده مش عارفين ايه اللي هيحصل. لا لا ما تخافيش ما تخافيش، انا عايزه اقولك اعملي لي انا فطيره الاول وبعد كده اعملي لابنك وليكي. الدقيق مش هيخلص والزيت مش هيخلص. معقوله الكلام ده؟ الزيت مش هيخلص والدقيق مش هيخلص؟ ازاي يعني؟ اعملي بس الاول وشوفي ايه، شوفي كلامي هيطلع مظبوط ولا مش مظبوط. فعلا فعلا لقينا ايليا الارمله دي عملت له فطيره اكلتها. بعدين شويه الله ترجع تاني، المفروض كان الدقيق ايه؟ خلص. ترجع تاني تلاقي ايه؟ في دقيق. تبص كده الكوبايه اللي كان فيها الزيت المفروض خلصت، ترجع تاني تلاقي في زيت. الله بيجي منين الزيت وبيجي منين الدقيق؟ اصل ربنا بيرعانا بيرعانا. ليه بيرعانا؟ لان احنا اولاده، احنا اولاده. يبقى انا ابن ربنا، ربنا بيرعاني، ربنا بيرعاني وبيهتم بيا. طب بيهتم بيا ازاي؟ بيهتم بيا ازاي؟ بيبعت لي الكلمه بتاعته، بيحافظ عليا. بيحافظ عليا فين؟ بيحافظ عليا في البيت، بيحافظ عليا في المدرسه، بيحافظ عليا في الحضانه، بيحافظ عليا في الكنيسه، حافظ عليا وانا ماشي مع بابا وماما، حافظ علينا في كل مكان. ليه؟ ليه؟ عشان انت وانتي نجم. انت وانتي ايه؟ نجم. يعني ايه نجم؟ يعني انا مميز جدا جدا، ربنا بيهتم بيا خالص 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 خالص. عرفتوا بقى انتوا ليه نجوم؟ انتوا نجوم ليه؟ عشان انتوا ولاد ربنا. طيب ولاد ربنا مش يكلموا ربنا؟ ها؟ ينفع ولاد ربنا يقولوا كلام وحش؟ ينفع؟ ينفع ولاد ربنا يمدوا ايديهم على حد؟ ها؟ ينفع ولاد ربنا يقولوا حاجة غير الصدق؟ ينفعش. يبقى كل حاجة حلوة لازم نعملها لأن احنا ولاد مين؟ ولاد بابا يسوع. ربنا يحافظ عليك ويبارك حياتكم، كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. شكرا يا دكتور أبونا، كلمة جميلة. واللي الدرس النهاردة اللي سمعناه ما يطلعش من دماغنا لما نروح إيه؟ بالسلامة اسمعوه. دلوقتي مع الكورال ارفع ستارة. اتفضل. سقفة جامدة لو سمحتي. شو ممكن ليه؟ قايمين على ايديكم.
شايف تشجيع يا جماعه، ما حدش بيشجع خالص.
كده ابن غريب ده؟ انا اول مره اشوف، هتيجي نفتح؟ وانا كمان اول مره اشوف، تعالى نفتح. Thank you.
من النهارده واي حد هيغلط في لقه تلات فتيه هيتسجن. شفت بقى وفهمت؟ لا شفت لكن لسه ما فهمتش. اعمل ايه طيب عشان تفهم؟ بص طب ما تفهمني براحه. هيفهمك ده مين بقى؟ ما تيجي نفتح الكتاب يمكن نرجع للزمن بتاعنا. Thank you.
الحقيقي ان التلفزه رب سوق. هنيجي على الاسامي ديت، الاسامي تطلع بسرعه كلها تقطع على المسرح وهنفتح الستاره مره واحده وتسابونا هيكرمهم قدرتهم. مش هنكرم حد الا ما كله يقعد ساكت. واي اسنان شم أبنوب أشرف اتفضل، أبنوب بشوي، أبنوب بلادي اتفضل على المسرح، إكرام دنيان، أنطونيو سامح.
لبنوتي عماد، بيتر بشوي، بيتر رامي، بشوي إيهاب، بشوي جمال، توماس سامح، توماس بشوي، جاستن جورج، جوبينال مينا، جوليان ليمون، جون بشوي. أبنوب أشرف اتفضل. أبنوب أشرف فين؟ أبنوب أشرف. أبنوب أشرف، أبنوب بشوي، أبنوب بلاد، إبرام دميان، أنطونيو سامح، إبرام، أنطونيو سامح، أنطونيو سامح، إبرام، وقف هناك على الترابيزة، وقف هناك، أنطونيو سامح، أنطون مينا، أنطون مينا. بيتر بشوي، بيتر رامي، بشوي إيهاب، بشوي جمال، توماس سامح، جاستن جورج، جوفينال مينا، جوليان ريمون، كل اللي ياخد الشهادة بتاعته يقف جنب زميله على الخشبة فوق، جوليان ريمون، جون بشوي، جون عطلة، جون مينا رياض، جوناثان جورج، جوناثان رامز، جوناثان مينا، جوني مينا، ديفيد بشوي، ديفيد جورج، جوزيف ابراهيم خليل، ديفيد جوزيف ابراهيم، رامي مايكل، روبنز امير، روبير رائف، روبير رائف رب لابونا. بني ورايف الشهاده لفوق، فراس نبيل، فراس عماد، فراس مراد، فراس مينا، فراس نشرة، فراس وائل، فراس هاني جرجس، فراس هاني لقصي، فرموس مينا. Thank you.
أنور مرة فرقوريوس مينا مينا أشرف مينا فيكتور مينا نادي يوسف السعود يوسف عمانير يوسف أنطون كل اللي ذكرناهم هيقفوا كده دلوقتي بعد اللي وسع شباب الشهادات موجودة محدش يخاف محدش يقلق كلنا نرفع شهادات لفوق كلنا أيها المسيح إلهنا الحال في وسط الآن
يا ملك السلام اعطينا سلامك فرجه لنا سلامك اكتب لنا خاتمامك كان لك الملك والقوة والمجد والعزة والبركة للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نكون لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا